لورين، هو أهلا. في حقيقة الأمر التصويت يعني تم في مجلس النواب على المضي قدما في إجراءات عزل الرئيس بتصويت 223 صوت لصالح القرار واعتراض 203 أصوات في مجلس النواب. إذن مجلس النواب مرر قانون أو قرار المضي في إجراءات العزل. كما أسلفت في لقاءات سابقة فإن هذه الخطوة هي بهدف تحميل دونالد ترامب المسؤولية القانونية عن ما حدث ويحدث منذ إعلان انتخابات بفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ورفضه للاعتراف بنتائج هذه الانتخابات والاتهام بالتزوير، وأيضا دعوة أنصاره لعدم القبول في هذا الأمر. الأمر الذي اعتبر يعني من قبل المراقبين والديمقراطيون بأنه عمل لتقويض الديمقراطية الأمريكية والهجوم على رموز الديمقراطية الأمريكية، وبالتالي فتجب محاسبة الرجل قانونيا. يعني هي إجرائية يعني عملية العزل سيتبعها إجراءات قانونية قد تؤدي إلى يعني إيقافه عن أو منعه من الترشح لفترة رئاسية قادمة في عام 2024. نعم يا عمر، رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ رفض تبكير جلسة لبحث عزل ترامب، هل هذا يحسم الأمر بأن الرئيس نجح بالإفلات من عملية العزل؟ نعم، هو كان دائما يعتمد على الدعم الجمهوري أو الأصوات الجمهورية. كما تعلمين فإن عملية العزل تحتاج إلى ثلثي مجلس الشيوخ كي تمر أو كي تبدأ بفصولها، ولكن وجود جمهوريين موالين لخطاب الرئيس دونالد ترامب وداعمين له في عملية مناكفات سياسية مستمرة مع الديمقراطيين هي ما يعطي للرجل يعني فرصة للخروج من البيت الأبيض بشكل طبيعي، بمعنى انتهاء ولايته وغادر البيت الأبيض، ويعطيه أيضا فرصة الترشح مرة أخرى للانتخابات في عام 2024. إذن المناكفات الجمهورية الديمقراطية حاليا هي ما يعطي الأفضلية لدونالد ترامب وتساعده على عدم الدخول في مسألة المحاسبة القانونية أو تحميله تبعات ما حدث في مبنى الكابيتول منذ عدة أيام. نعم، يعني كما ذكرنا بأن ترامب طلب من أنصاره بعدم اللجوء مجددا إلى العنف والحفاظ على القانون، هل سيلتزم أنصاره بهذا النداء؟ وهل هذا النداء سيشفع لترامب في إجراءات العزل المستقبلية؟ نعم، هو يعني كان دائما ما يطالب ب او هذه المره الثانيه التي دعا فيها انصاره لعدم استخدام العنف، ولكن ايضا اتهامه بالمستمر بان الانتخابات هي مزوره او تم التلاعب بها وبانه لم يخسر هذه الانتخابات هي اعتبرت او تم قراءتها من قبل الديمقراطيون والطرف الآخر على أنها دعوة غير علنية للعنف وتحض الجماهير على اعتبار أن ما حصل هو تزوير، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوات تجاه إيقاف هذه المهزلة وفقا لنظرهم، يعني وفق وجهة نظر الديمقراطيون أو الداعمين للحزب الديمقراطي. بالطبع يعني سيكون هناك مظاهرات أخرى كما هو متوقع، ولكن أعتقد بأن الأمور بدأت تأخذ منحة تهدئة خاصة لدى أنصار ترامب، وإن كان المزاج العام لدى جميع أنصار ترامب هم غير راضين عن النتائج الانتخابات، وما زال هناك اعتقاد كبير وسائد بأن هذه الانتخابات تم التلاعب بها وهي انتخابات مزورة. نعم، وصلت الفكرة. الصحفي عمر المقداد حدثني من واشنطن، شكرا جزيلا لك.